شكرا. وتعقيبا على كلام الدكتور محمد الفار، انه احد العلماء وهو عالم ايطالي اكتشف سر الطاقة الذرية قبل اكتشافها فعليا بخمس سنوات، ولكنه لم يجرؤ على اعلان اكتشافه لان كل النظريات العلمية في هذا التوقيت كانت تقول انه من المستحيل انشطار ذرة اليورانيوم، وها هي الطاقة الذرية فتحت ابوابها امام الانسانية وتقدمها. السيدات والسادة، انطلاقا من دور جامعة المنصورة نحو بناء مجتمع علمي يتعلم ويفكر ويبتكر، وانطلاقا من دورها نحو بناء الإنسان المصري، تم وضع استراتيجية قائمة على قيم حاكمة. هذه الاستراتيجية تحتوي على مسارين. الأول يستهدف تهيئة لبيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، والثاني يستهدف إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. تولى هذا الملف وكان له دورا بارزا في ملف الدراسات العليا والبحوث. شاركت جامعة المنصورة بعلمائها وطلابها وباحثيها منذ أيام في مؤتمر القومي للبحث العلمي بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كان لجامعة المنصورة صوتها وكان لها ترتيبها المحترم. صاحب الكلمة هو الأستاذ الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشكركم على تشريفكم وحضوركم، أنتم كوكبة العلماء لجامعة المنصورة. وأبدأ بالترحاب بأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم السابق، أستاذ الدكتور الهلال الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، أستاذ الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أستاذ الأستاذ الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس الجامعة، أخ العزيز أستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة، أخ العزيز الأستاذ الدكتور زكي زيدان، نائب رئيس الجامعة، السادة الأفاضل رؤساء الجامعات السابقين ونواب رؤساء الجامعات، السادة أعضاء مجلس النواب، عمداء الكليات والوكلاء، والسادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس والمكرمون اليوم. إيمانا من جامعة المنصورة بأهمية تكريم المتفوقين والمتميزين في مجال العلوم المختلفة، وحرصا من الجامعة على الكوكبة الغالية من أبنائها النابهين الذين يحصلون الجوائز المحلية والدولية في شتى المجالات، فقد أقامت جامعة المنصورة احتفالية سنوية كبرى وهي عيد العلم، فمن حق أبنائنا أن نحتفل بهم ونكرمهم ونشكرهم على عطائهم وإسهاماتهم العلمية في المحافل الدولية التي تعنى بالقضايا والمشكلات المختلفة والبحث عن الحلول المناسبة الكفيلة بمعالجتها. ومن هنا كان حرص جامعة المنصورة على الاحتفال بتكريم أبنائها من العلماء والباحثين، وهو تقليد سنوي تحرص عليه الجامعة ليكون عنوانا للوفاء في أسمى معانيه وللتقدير في أرفع درجاته. ويأتي عيد العلم العاشر هذا العام لنؤكد على أن ما نملكه من ثروة بشرية ممثلة في الكوادر العلمية والبحثية بجامعتنا لهي الركيزة الأساسية القادرة على أن تخطو بنا إلى آفاق التقدم والازدهار إذا ما توافرت لها مقومات التنافسية اللازمة، وهذا ما تسعى إليه الجامعة. كما يأتي في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها في الاهتمام بالبحث العلمي وتقديم كل السبل التي تسهم في تطوير القدرات البحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، مما يؤكد على مضي الجامعة قدما في العناية بالبحث العلمي وسعيها للارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع المعايير العالمية. وأتوجه بكل تقدير وإعزاز لعلماء الجامعة الأفزاز ومبدعيها الذين ساهموا بفكرهم ونتاج أبحاثهم في الارتقاء بالعلم والمعرفة وصاروا مثلا أعلى للأجيال القادمة، فهنيئا لأبناء جامعة المنصورة من العلماء والباحثين في هذا اليوم،
حيث ترتفع قاماتهم شامخة ولتتبوأ جامعتنا بسواعد أبنائها مكانتها اللائقة بها عالميا. وسوف أقدم لحضراتكم ملخصا وعرضا مختصرا لإنجازات قطاع الدراسات العليا خلال عام مضى وما تم الإعداد له لتنفيذه خلال الفترة القادمة إن شاء الله. في قطاع الدراسات العليا والبحوث، ميكنت قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بما يسمح بسرعة الأداء، وذلك من خلال إنشاء التطبيق المحمول لنظام ابن الهيثم لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الباحثين والمتقدمين ليستطيعوا التقدم وتسجيل البيانات، استعراض البيانات، استعراض الجداول من خلال الموبايل الشخصي. أيضا إدخال التقارير السنوية للطالب إلكترونيا من قبل السادة المشرفين حتى لا يحدث أي عبث بها في المستقبل. ونأتي إلى جزء مهم جدا وهو كلية الدراسات العليا البينية، وتم الانتهاء من اللائحة الخاصة بها وجاري البدء في مرحلة التنفيذ، حيث تهدف إلى دراسة مجالات تكنولوجية متقدمة يتم من خلالها إعداد جيل جيد من العلماء والمهندسين الشباب قادر على إجراء بحوث تطبيقية ودراسات عميقة من شأنها رفع مستوى البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعات الناشئة بإقليم الدلتا. البورد العربي بدأ العمل في برنامج البورد العربي الطبي بعد اعتماد مستشفيات ومراكز جامعة المنصورة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وأصبح عدد الطلاب 110 طالب، وهو يمهد ويؤهل لأن تكون كلية الطب أيضا جاذبة للدراسات العليا من هذا النوع. بالنسبة للوافدين فقد عملنا على جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين من خلال اعتماد لائحة جديدة للدراسات العليا خاصة بهم وتفعيل مكاتب الوافدين وجعل منسق لهم بكل كلية، وازداد عدد الوافدين هذا العام 20% من 2000 تقريبا إلى 2380. برنامج النزاهة الأكاديمية باللغة العربية، أنتم تعلمون أن هذا البرنامج بدأ منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات، وكان الفضل فيه لسيادة النائب الدكتورة مجدة نصر حين تبنته في ذلك الوقت، واستمر يؤدي عمله بشكل جيد جدا. أما بالنسبة للغة العربية فقد بدأناها هذا العام، وللحقيقة أن ما زلنا في مرحلة لتقييم هذا البرنامج، لأن المصادر المتاحة التي يمكن أن نتعامل بها لإثبات قوة هذا البرنامج ما زالت ضعيفة، حتى أن نسب التشابه في بعض الأحيان تكاد تكون منعدمة أو 1% فقط، على الرغم من أن الرسالة العلمية كلها تقريبا أو كثير منها مأخوذ من أشياء أخرى. فنحن بصدد نوع من المراجعة لهذا البرنامج. بالنسبة للعلاقات الثقافية فأنشأنا مكتب لخدمة المبعوثين، وذلك لتقديم التسهيلات لجميع الموفدين في الخارج في بعثات أو أجازات دراسية أو مهمات علمية والتواصل معهم من خلال البريد الإلكتروني، فأدت إلى مزيد من الألفة وإحساس الراحة بين أبنائنا المبعوثين وإدارة الجامعة في هذا الإطار. الاتفاقيات العلمية، تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات العلمية خلال السنوات السابقة، وتم اختيار منسق لكل اتفاقية وأعددنا له شروط كي يكون هو المسؤول عن هذه الاتفاقية. ولتفعيلها تم عمل استمارة التفعيل بهذا الشكل موقعة من المنسق ومن عميد الكلية عن ما دار في هذه الاتفاقية من أبحاث مشتركة، تبادل أعضاء التدريس، مؤتمرات وندوات ومخرجات أخرى تراجع سنويا، بحيث إذا وصلنا إلى نهاية الاتفاقية 3 سنوات بدون أن تكون مفعلة يتم إلغائها. هذا نوع من الحافز على استمرارية التفاعل في الاتفاقيات. فيما يتعلق بالبحوث فقد تم افتتاح مكتب المنح وبراءات الاختراع ونقل وتسويق التكنولوجيا لمبنى المكتبة المركزية،
لمساعدة الباحثين في كيفية الحصول على المشروعات والمنح وبراءات الاختراع، وكذلك المساهمة في نقل وتسويق التكنولوجيا. وأستطيع أن أقول لسادتكم أن هذا المكتب في منتهى الأهمية، لأن لدينا العديد من برامج التمويل المحلية والأجنبية التي لا يستعين بها الباحثين، إما لعدم قدرتهم على التواصل مع كيفية الوصول إلى برامج التمويل هذه، أو لإحجامهم، ولكن هذه هي الوسيلة المتاحة الآن وبقوة، والوحيدة هي المشروعات البحثية وكيفية الحصول على تمويل، وكذلك كيفية الحصول على براءات الاختراع. الجدول اللي قدام سيادتكم ده احنا عملناه وهنبعته للسادة العمداء. مشروعات ومنح ماسكها 2 من كلية العلوم بيفهموا ازاي يوصلوا هذه المعلومات، بيت خبرة يستطيع ان يفيد. براءات الاختراع يوم الخميس من 10 ل 12، نقل وتسويق التكنولوجيا يوم الاثنين من 10 ل 3. عن أخلاقيات البحث العلمي، فلا يخفى على سيادتكم أنه تم اعتماد اللجنة العامة للأخلاقيات من قبل مجلس الجامعة في شهر 10 2016، وقام الأستاذ الدكتور طاهر جمال بجولات مكوكية في كل الكليات تقريبا للوقوف على معنى وقيمة أخلاقيات البحث العلمي في إدارة البحوث. إنشاء المركز الدولي الرقمي للمهارات التطبيقية بالتعاون مع الوكالة الفرنكفونية أيضا في المكتبة المركزية، ويهدف لنشر ثقافة التعلم عن بعد بأنماطه المختلفة عن طريق برامج متميزة تم إعدادها لتلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وسوق العمل مع تطويرها المستمر. استحداث عدد 3 جوائز جديدة: جائزة أعلى معدل للمرجعية والاستشهاد، جائزة أحسن بحث لشباب الباحثين تحت سن 40 سنة، وأخيرا جائزة أحسن بحث للعلوم الإنسانية. رفع قيمة الجوائز لتصل إلى 50,000 تقديرية، 30,000 إبداع علمي، 25,000 تفوق، 15,000 تشجيعية، 7,000 أحسن رسالة، 5,000 أحسن رسالة ماجستير. وبالنسبة لحوافز النشر، فتم هي بقيت على ما هي عليه، لأن إحنا الحقيقة قبل ما الدكتور هشام سلام ينشر في النيتشر ما كانش في حد احنا لقيناه حصل على الجائزة فأبقينا عليها كما هي، لكن انا الحقيقة المفروض ان احنا نزودها عن كده، لان هي كانت باقية على 50,000 وأبقيناها في المرة دي على 50,000، لكن ما تم زيادته هي باقي المجلات اللي بتنشر في Q1 10,000 ثم 8,000 6,000 4,000، وكليات العلوم الإنسانية تم استحداث أو زيادة القيمة ل10,000 جنيه للأبحاث المنشورة في مجلات لها معامل تأثير ومسجلة بموقع سكوبس. مشاركة الجامعة بمؤتمر إطلاق طاقات المصريين، تم عرض منتجات حصلت على براءة اختراع وحقوق ملكية فكرية، وكان لهذا الحضور قيمة، وتفضل السيد وزير التعليم العالي بزيارة الموقع الخاص بجامعة المنصورة واستمع إلى كل ما أنتجته جامعة المنصورة خلال الفترة السابقة. بالنسبة للمكتبة المركزية، فتم إنشاء مكتب لتطوير البحوث والدراسات العليا للحفاظ على أصالة البحث وإنشاء قاعدة بيانات وتدريب الطلاب، وضع آلية لفحص الموضوعات المتشابهة قبل التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه. بالنسبة للتصنيف، وهي مادة خصبة للحديث هذه الأيام عن التصنيف، وإن كان الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة له مقولة ما نحبش نقولها هنا إنها يعني سبوبة يعني لبعض الأماكن، إن هي عايزة تعمل لنفسها شهرة وهكذا، ولكن هي في الحقيقة إن الجهات والأوساط العلمية وأبنائنا الباحثين في مختلف بقاع العالم بيعرفوا الجامعات عن طريق التصنيف، ويعني احنا طبعا في جامعة المنصورة
محافظين على موقعنا وعلى تصنيفنا، ونأمل إن شاء الله في ازدياد. فمن على الويب ماتريكس احنا السنة اللي فاتت واللي قبلها، السنة دي واللي قبلها، احنا رقم 4، والتحليل بيبين ان احنا ارتفعنا الحقيقة في كله ما عدا في البريزنس، والناس اللي بيجيدوا التعامل مع التصنيف يعرفوا هذه المعاني. احنا في الترتيب القاري احنا رقم 12، وفي المحلي احنا رقم 4 كما نحن. احب اعرفكم برضو على ان من اهم معايير التصنيف هو موضوع الاستشهاد، لانه دائما بيدل على قوة البحث ونوعيته وليس كم الاعداد من البحوث. فالحقيقة احنا في ترتيب الجامعات المصرية طبقا للاستشهادات المرجعية لجوجل سكولر في ديسمبر 2017 كانت جامعة زويل، تليها الامريكان يونيفرسيتي، ثم جامعة المنصورة قبل جامعة القاهرة. وقد اتخذت الجامعة بعض الآليات لرفع تصنيف الجامعة، ومنها نشر الأبحاث المشتقة من رسائل الدكتوراه في مجلات علمية دولية متخصصة ومحكمة ومفارسة ولها معامل تأثير بدءا من 1/9/2018، وأن حصول طلاب الكليات العملية لابد أن يحضروا إفادة بتسجيل براءة اختراع من مكتب براءات اختراع بالجامعة قبل نشر البحث المنبثق من الرسالة للمسجلين ابتداء من 1/9/2017. ما عندكوش فكرة صديقكم دي هتعمل طفرة قد ايه في هذه المنظومة لرفع تصنيف الجامعة. ثالثا، زيادة عدد الأساتذة الأجانب للعمل بالتدريس في الجامعة في إطار تبادل أعضاء التدريس في الجامعات التي تم عمل اتفاقيات معها. في هذا الإطار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أشار بأن كل الأساتذة اللي بنستقدمهم انه يقوموا بالتدريس طبقا للاتفاقيات، يقوموا بالتدريس في الجامعه يوم او يومين. ده هيعمل برضو نوع من الرواج والمعرفه، وبالتالي برضو في التبادل نفس الحكايه لما نروح عندهم هناك. استخدام طلاب اجانب في اطار تبادل الطلاب ضمن الاتفاقيات. واخيرا، استكمال منظومه الملفات الشخصيه للباحثين. قامت المؤسسات البحثية ودور النشر العالمية بإنشاء العديد من المواقع للملفات الشخصية والمعرفات للباحثين، التنزيلات والمشاهدات، وهذا بدوره يؤثر في رفع مرتبة الجامعة في أنظمة التصنيفات العالمية. كيف يمكن أن تسجل نفسك؟ يمكنك الاستعانة بأمناء المكتبات، وهم موجودين في كل كلية أو كل مركز طبي أو مستشفى، للمساعدة في التسجيل بالمعرفات والملفات الشخصية، والتي ستكون شرط للحصول على موافقات قطاع الدراسات العليا في أي إجراء يتم بها ابتداء من 1/5/2018. كل من سنقوم بمساعدته في قطاع الدراسات العليا لابد أن يستوفي هذا الاستمارة. استمارة سهلة جدا، ما فيش فيها أي مشكلة، ولكنها ستضيف كثيرا لتصنيف الجامعة. فأرجو من سيادتكم توصيل هذه المعلومة، وهنرسلها برضو للسادة العمداء. يعني هذا شكل من معرفات الباحثين وكيف تتم. وأخيرا وليس آخرا، أشكركم شكرا جزيلا على سماعكم لهذه الكلمة، وأشكر اللجنة التي نظمت لهذا المؤتمر، ونلتقي بكم إن شاء الله في السنة القادمة. شكرا.